مساء الخير على حضراتكم. الغلبان في بلدنا، في الريف، في الصعيد، في محافظات مصر ومراكزها ونجوحها، لما بيمرض او بيتعب لا قدر الله، ما معهوش فلوس بيعمل ايه؟ الغلبان بيروح على المستشفى الجامعي. المستشفى الجامعي يا اخوانا الطوارئ فيه ببلاش، والكشف بجنيهات قليلة. ده الامل الوحيد، وخدمة طبية محترمة بيقدمها أساتذة الطب المصريين في كل جامعات مصر. جزء كبير من الأساتذة دول والله بيشتغلوا لوجه الله ولصالح هؤلاء الغلبة. إذن الغلبان ما عندوش بديلة ولده، لأنه لو راح للطبيب الخاص في العيادة، اسمع بقى، من 80 و100 و150 لحد 500 جنيه، وفي أرقام بتوصل ل800. طب الغلبان والمسكين قلنا إيه؟ ما عندوش بديلة للمستشفى الجامعي. المستشفى الجامعي إيه اللي حصل؟ المستشفيات الجامعية تتبع وزارة التعليم العالي. قوم ايه سيادتك السيد وزير التعليم العالي، قدم مشروع قانون انه يحول المستشفيات الجامعية بعد انتهاء فترة العمل الرسمي فيها، افرض هي بتقفل 12 او 1 او 2 الظهر، الوقت الباقي ده يبقى استثماري بفلوس، وفلوس كتيرة. طيب هو سيادتك يا فندم العيا ليه وقت؟ يعني انا كغلبان كفلاح قاعد في بيتي، جالي مغص الساعة 4 العصر، ولادي خدوني على طول وركبوني أي مواصلة ودوني المستشفى الجامعي، يجوا لي لا، أنت لو عايز تكشف بجنيه ولا بنص تجي لنا الصبح للساعة 2، ولا لازم أدخل على طول. المهم مشروع القانون ده، هو لسه مشروع قانون، وزارة التعليم العالي عرضته على 18 مجلس كلية طب على مستوى الجمهورية، وقالوا يا مجلس أطباء مصر في هذه الكليات قولوا لنا ملاحظاتكم، موافقين ولا رافضين؟ ال 18 مجلس رفضوا مشروع القانون، وقالوا ده فعلا بيضر بحق الغلابة، بحق الغلبان في العلاج، واعترضوا على هذا المشروع. العادة المصرية بتقول ايه؟ لما المسؤول يلاقي فيه هجوم على المشروع بتاعه يروح سحبه كده بالراحة وحطه في الدرك ويقول لك ايه، احنا ما بنفكرش دلوقتي، احنا بندرس المشروع. طبعا وجدنا وزير التعليم العام العالم امبارح والنهارده طلع بيطلع تصريحات بيقول ايه؟ لا خصخصه للمستشفيات الجامعيه. طب ما كمل الاول. النهارده بقى نحن نفتح هذا الملف، ومعانا اساتذه اطباء محترمون قاعدين معانا النهارده بيعرضوا هذه القضيه بكل تفاصيلها علشان نشكل راي عام، نشكل راي عام. مفروض لا نمس حق الغلابه او الغلبان في العلاج، عايزين تطوروا المستشفيات الجامعية على عيننا وعلى راسنا، بس بعيدا عن الغلبان. يبقى الغلبان ليه حق العلاج طوال 24 ساعة. عايز تخصص جزء استثماري كده، عيادة ملحقة، عيادة خارجية، اي حاجة، اه نقدر نفكر في ده، بس ينبغي الا يمس احد في مصر بحق الغلبان في العلاج، من ابو جنيه، من ابو 50 قرش. النهاردة هذه الفقرة من ضمن فقرات برنامجنا. ايضا عندنا تحقيق مهم من كفر الشيخ، اهالينا في كفر الشيخ تواصلوا معانا زي ما اهالينا في فاقوس الاسبوع الماضي. احنا بعتنا كاميرا البرنامج ورحنا صورنا تحقيق كامل من محافظة كفر الشيخ عن المشاكل اللي بيعانيها اهالينا، هنعرض هذا التحقيق النهاردة. ايضا عندنا الفقرة الطبية اليومية الثابتة، هيشرفني فيها الدكتور عمر عبد العزيز استاذ امراض النساء والتوليد بطب قصر العيني. يبقى اي حد مهتم بفقرة النساء والتوليد من سيداتنا وانستنا يتواصلوا مع استاذنا الدكتور عمر عبد العزيز. ايضا عندنا فقرة دينية ثابتة اسبوعية بيشرفني فيها فضيلة الشيخ ترك، وهنتكلم في هذه الفقرة عن محاور كثيرة عن الزواج العرف والزواج المسيار والعدل بين الزوجات. طب انا النهارده عايز اكلمكم في ايه يا حلوين؟ عايز اكلمكم ان النهارده الرئيس السيسي بعد ما خلص جولته في الامارات عقد لقاء مع الوفد الاعلامي المرافق ليه من صحفيين واعلاميين. الرئيس السيسي اتكلم في حاجات كتير، لكن قال جمله مهمه قوي بصراحه انا توقفت
قدام الجملة دي. السيسي قال بالنص الفقراء في بلدنا هيتحملوا لحد امتى؟ هقول لك الجملة تاني. السيسي قال الفقراء في بلدنا هيتحملوا لحد امتى؟ فعلا فقراء مصر هيتحملوا لحد امتى؟ ده مش سؤال رئيس، ده لسان حال ملايين المصريين الغلابة النهاردة. ليه؟ لان الكلفات من عشرات السنين وكل رؤساء مصر ورؤساء حكومتها كانوا بيقولوا لنا اصبروا شوية واربطوا الحزام وبعد كام سنة الرخاء جاي. الكلام ده قالوا السادات وقالوا من بعده مبارك، حتى انه مرسي نفسه اتكلم عن حق سواقين التكاتك. لكن النتيجة ايه؟ النتيجة ان عدد الفقراء في مصر يزداد مش بيقلوا، بل ان الاغنياء بيزيد عددهم، ربنا يزيدهم ويبارك لهم. طب يا اخوانا ايه الحل؟ ايه الحل؟ ان احنا لازم نحل هذه المشكلة. عايز اقول لحضراتكم ان حل مشكلة الفقر في مجتمع فقير من زمان ومشاكله كتيرة مسألة صعبة لكن مش مستحيلة، خاصة ان في دول زي البرازيل نجحت في الحد من الفقر، خاصة ان الغلابة كمان في بلدنا اتضحك عليهم كتير وتحديدا بعد ثورة يناير. فاكرين لما بعض النخبة الفاسدة ضحكوا علينا وقالوا لنا الحقوا ده في مليارات اتهربت من مبارك ورجالته، هربوا المليارات بره مصر، وان هذه النخبة قال ايه هتسافر بره عشان يرجعوا المليارات، لدرجة ان الغلابة المساكين في بلدنا صدقوا وقعدوا يحسبوا بالورقة والقلم نصيب كل واحد غلبان فيهم قد ايه من النسبة دي. فاكرين كمان ايام حكومة نظيف لما خرج وزير الاستثمار ايامها دكتور محمود محي الدين وقال انه هيوزع صكوك الشركات الحكومية والمصانع المواطنين، يعني هي اسهم هيحولها لصكوك ويدي لكل مواطن صك، كل ده طلع فنكوش. الغلابة في بلدنا يا اخوانا بيتاكل عليهم بقلاوة، انا اسف مش عايز اقول بيتاكل على قفاهم بقلاوة. في ناس في بلدنا بتكسب من فقر شعبنا. النهاردة الغلابة مش هيقبلوا فنكوش تاني، الغلابة عاوزين سلطة وحكومة تحترم عقولهم، تحترم فقرهم، تقدم الحلول والمشروعات على أرض الواقع مش مجرد أحلام. الرئيس السيسي كان بني أمال وأحلام على دعم رجال الأعمال ليه ومساندتهم ليه، لكنهم خزلوا. وبصراحة رجال الأعمال لم يخزلوا السيسي وبس، دول خزلوا المصريين، خزلوا الشعب الغلبان. ليه؟ كسبوا كتير من هذا الشعب لكن ما قدموش حاجة للبلد أغلبيته. دايما بسأل نفسي سؤال، والسؤال لحضراتكم، ليه ما عندناش النهاردة في مصر رجال أعمال وصناع زي اللي كانوا في بلدنا قبل ثورة يوليو؟ عايز أرجعك، قبل ثورة يوليو كان عندنا رجل محترم اسمه طلعت باشا حرب. الراجل ده عمل للمصريين ايه الغلابة؟ عمل لهم بنك مصر، مصر للطيران، مصر للسياحة، مصر للغزل والنسيج، ومصانع وشركات كتيرة لصالح البلد وشعبها. كان عندنا كمان واحد محترم اسمه المنشاوي باشا، هذا الرجل العظيم مات وساب للشعب مستشفيات عليها اسمه ومعاهد دينية عليها اسمه وغيره وغيره. النهاردة يا ريس وبقول لك على الهوا، لازم نجيب من الاخر، لازم نجيب من الاخر، واقول لك وانت بتتكلم على الفقراء والغلابة ان اللي انتخبك هم الغلابة. عارف ليه انتخبوك؟ لانهم شايفين فيك امل انك تقدر تنقذهم من فقرهم، تقدر تعالجهم من امراضهم، تقدر تشغل ولادهم الغلابة، ولادهم الغلابة اللي مالهمش واسطة، تقدر كمان بنين عليك امل توفر لهم مأوى. ارجوك يا ريس نفض ايدك من الناس اللي لابسين بدل سموكينج وقاعدين حواليك، ادي وشك وعينيك لشعبك واعرض مشروعك القومي للقضاء على البطالة والفقر في مصر. هات رئيس الحكومة اول ما ترجع من الامارات او من السعودية بكرة وقعد معاه وزير الاستثمار والمالية وقول لهم انا رئيس مصر، الفقراء انتخبوني، احنا عاوزين نأسس شركة مساهمة مصرية يكتتب فيها ملايين المصريين الغلابة، والشركة دي تعمل مصانع حديد واسمنت في الصعيد وفي غير محافظات مصر، منها نشغل ولادنا في الصعيد، منها ان الناس تكسب، وكمان نكسر الاحتكار، نكسر احتكار الثروة، نكسر احتكار ان فئة معينة هي اللي عمالة تكسب المليارات.
هات مجلس إدارة محترف ومحترم يدير هذه الشركة. صدقني يا ريس، المصريين بيصدقوك لحد النهاردة، وهيكتتبوا في الشركة دي لما يحسوا إنها ليهم ولولادهم. ليه الناس إياهم هم اللي محتكرين كل حاجة. هو مش من حقنا إحنا كمان كشعب نكسب ونشغل ولادنا؟ ليه المليارات ليهم وليه الديون لينا؟ إحنا بصراحة من الآخر، عايز تقضي على الفقرة يا ريس، عاوزين عدالة في توزيع ثروة البلاد على الشعب، وده مش إنشاء. ما تتوزعش الثروة على حفنة قليلة زي ما كان بيحصل أيام مبارك، حفنة عمالة تكسب من كل أزمة. أرجوك يا ريس، أرجوك وهطلب منك طلب، راجع أرباح شركات السيراميك والحديد والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها والنبي. دي شركات قارن أرباحها هنا جوه مصر وقارن أرباح مثيلتها في الخارج، بيكسبوا هنا أضعاف أضعاف مما تكسبوا هذه الشركات اللي زيهم بره. هل أنا ضد المستثمرين؟ أبدا، أنا ضد الظلم، ضد عدم توزيع ثروة البلاد على كل مواطن في مصر. عايزكوا تكسبوا لكن بالعقل والأصول، علشان الغلابة يرزقوا. عارفين يا حضرات، ممكن حد يكون شايفكوا كده أو حد من رجال أعمال يقولك ده خير، ده شيوعي، خير ده اشتراكي، خير ده عايز يأمم. لا 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 لا، نقدر نتحاور واجيب لكم الفولة. في أوروبا والدول المتقدمة اللي فيها دول رأسمالية قلاع للاقتصاد الحر، عارفين الدول دي بتعمل ايه؟ ومنها فرنسا، بتحدد سقف للربح، سقف للربح. العملية في الدول الأوروبية دي مش سبهللة زي ما بيحصل في بلدنا. طب هقول لكم على حاجة، احنا كمواطنين مثلا هندفع الضريبة العقارية غصب عن اللي جابونا، عن الشقة اللي حيلتك وحيلتي. تعالوا بقى نسأل، يا ترى مصلحة الضرائب العقارية هتدفع كام من رجال الأعمال على عقاراتهم من المصانع، أصحاب الفنادق، أصحاب المولات، أصحاب الأندية الخاصة؟ حد يقدر يقرب من دول؟ أدي دقنا اهي. عارف لما تسأل مسؤول الضرائب العقارية يقولك نحن ندرس، نحن سنجلس مع أعضاء الغرف التجارية. اشمعنى بتحسسوا على دول وتيجوا عند دول تقولوا لا؟ أنا عاوز مسؤول يطلع دلوقتي يقول لي هتحاسبوا الناس دي إزاي. يا ريس أرجوك اطلق مشروعك للقضاء على البطالة في مصر من خلال الشركة المساهمة اللي احنا كلنا هنساهم فيها، عشان بجد نقلل الفقر في بلدنا. سؤال لحضراتكم، إزاي الدولة تقلل الفقر في البلد؟ عندكم اقتراحات؟ عندكم أفكار؟ طب هقول لك حاجة، لو السيسي عمل الشركة المساهمة دي لعمل مشروعات وقال لك أنا هعمل شركة اديني فلوس وأعمل مصانع حديد وأسمنت تشغل فيها ابنك وأقضي على الفقر والبطالة، هتوافق؟ هتساهم فيها؟ أنا طالبك إن أنت تكلمني حالا وتقول لي رأيك، كلمني من أي محمول على 137، من أي تليفون أرضي على 0909900. خلينا نقول للرئيس أه نقدر نقضي على الفقر، مش من خلال رجال الأعمال، من خلال جنيه مني وجنيه منك، بس اعمل لنا بكرة شركة مساهمة تعمل لنا مصانع بحيث نكسر الاحتكار. مش أصحاب الحديد والسيراميك والأسمنت هم اللي يكسبوا المليارات ويرموا لنا الفتات. معايا أول تليفون وائل من الدرب الأحمر. السلام عليكم. صحة الله، اتفضل يا وائل. حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي، كان النهارده في وقفة احتجاجية في باب الشعرية. نعم. ما جاتش التلفزيون ولا حد يتكلم عليها خالص. نعم. ليه بقى؟ مش عارفين، ولا التلفزيون صورها ولا أي حاجة. طبعا دلوقتي احنا صناعيه وكلنا قاعدين. وقفه احتجاجيه سببها ايه؟ وقفه احتجاجيه سببها ايه؟ بسبب المنتج السيني مغرقان ومخليه الصناعيه كلها قاعده في البيت يا فندم. نعم. انا راجل صناعيه قاعد في بيتي ما بعرفش اشتغل، ما بعرفش اعمل رزق عيالي، طب العمل ايه؟ السين دلوقتي بتنزل لنا منتج خالص مخلص، طب احنا نسبتنا ايه في مصر يعني؟ نسبتنا نموت؟ الغلبان ما يتبصش عليه؟ ولا البلد دي دلوقتي بلد موظفين؟ احنا عايزين نفهم يا فندم. حاضر يا وائل، رسالتك اهي، ما احنا بننقل صوت الغلابه للمسؤولين. اتمنى حد يكون مسؤول سامع ويخش يكلم. خلينا ناخد مها من المهندسين. اتفضلي مها. الو، السلام عليكم استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. من فضلك يا استاذ محمد، يعني هو في اقتراح برضو ممكن اجازه نصف العام جايه ان الشباب للجامعات يطلعوا الرحلات لمشروع قناه السويس، والشباب اللي اتخرجوا ممكن يبتدوا الشغل هناك بمشاريع صغيره، وهي دلوقتي المشروع ابتدى يعني يوضح قوي، فيبتدوا بحاجات صغيره وهتكبر. لو عملوا مثلا زي الكرفان
يتعمل زي مطعم صغير، زي هتبتدي المشاريع الصغيره دي هتكبر معاهم في مشروع قناه السويس، ودي متهيألي كده ان شاء الله باذن الله بتبقى فتح كبير، لان دي عن تجربه. انا ايام الكليه كان ليا زمايل فتحوا عربيه السندوتشات، الكلام ده سنه 85 في جامعه الدول. نعم حضرتك دلوقتي فاتحين اصحاب محلات كبيره جدا ومطاعم كبيره جدا، فيعني ممكن حاجه زي كده هتشغل الشباب وهتديهم برضه فرصه للعمل، كرفان تاني الملابس وهكذا. هتبص تلاقي حضرتك يعني الشغل هيجيب شغل. أنا بشكر حضرتك أستاذة مها، دي اقتراح من مواطنة مرت بهذه التجربة، بتتكلم إن في ممكن نعمل مشروعات صغيرة على جانبي قناة السويس، بس دي لما تتعمل. أنا فكرتي باختصار وبطرحها بشكل مبسط جدا، الرئيس السيسي يعلن عن تأسيس شركة مساهمة مصرية ويطرح الاكتتاب لكل المصريين نشارك فيها ونكتتب فيها، ويروح يقول أنا هعمل مصنع حديد ومصنع أسمنت مثلا في الوادي الجديد، هعمل مصنع سيراميك في الصعيد، يختار ويجيب ناس محترفين يديروا المصانع دي، واللي بيساهم هيكسب، مش معنى بتوع الحديد والاسمنت يكسبوا، ونشغل ولادنا، ايه اللي يمنع؟ انا عايز الرئيس ياخد القرار ده بكره، ما يرد علينا، واحنا معاه، وهندعم هذا المشروع، وعايزكم تخشوا تقولوا والله لو السيسي عاملها هنكتتب وهندي له الفلوس. عبد الفتاح من القاهره اتفضل. مساء الخير يا وش الخير. ازيك يا حبيبي؟ تحياتي لحضرتك، انا بايدك في كل اللي بتقوله. انا في الحاجتين، انا عايزين نحافظ على العلاج المجاني لان ده الدرع اللي هيحمينا، ومش عايزين علاج اقتصادي غالي علينا قوي. نعم. وبعدين بالنسبه اللي انت بتقول على الشركه المساهمه، انا بحييك وبشاركك في مناجاه السيد الرئيس وبقول له يلي الشعب اختارك امله. يلي الشعب الخط قطع، معلش استاذ عبد الفتاح، اخد احمد من الشرابيه. السلام عليكم. معك احمد نور القيصر، استاذ خيره من الشرابيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا كل اللي طالبه منك حاجه واحده بس، تقول للرئيس. ايوه انت معايا؟ سامعني؟ ايوه سامع حضرتك. اقول للرئيس ايه؟ اقول للرئيس ايه؟ يجي يختاروا المحليات، ما يجيبولوش اللواءات اللي ما يعرفوش حاجه. نعم. اما يجي يختاروا المحليات ما يجيبوش اللواءات اللي مش عارفين حاجه، وايه تاني؟ يا شباب خلوا بالكم بالتليفونات بتقطع ليه. عادل من سوهاج اتفضل يا استاذ عادل. اه باشا، اهلا بيك يا حبيبي. بالنسبه لرخص العربيات يا باشا، عندنا حاليا عشان تبدل بتبدل العربيه القديمه، بتبيع النمر بتاعتها الجديده، وصلت حاليا اكتر من 80,000 جنيه. نعم، علشان الحكومه قافله الترخيص. عشان قافله الترخيص، البلد بتستفيد كام من ال 80,000؟ ولا حاجه. ولا حاجه. طب ما نشوفوا حل الحكايات دي. ما هي المشكله الدوله مقننه مساله تراخيص التاكسي علشان شايفه انه انتشر وبقى زحمه، بس مش اكتر يعني. لكن انا هضم صوته لصوتك، وربما مره يكون معايا مدير الاداره العامه للمرور ونقول له هتفتحوا امتى تراخيص التاكسي. هرجع تاني، الرئيس السيسي وهو قاعد مع الاعلاميين النهارده بيقول امتى الفقراء في مصر هيتحملوا هذا الفقر. احنا بنقدم اقتراح علشان يبقى تفكيرنا ايجابي، مش جايين نركب الموجه وفقر ومش فقر يا ريس والكلام، لا. بقدم مشروع للرئيس السيسي انه يطلق شركه مساهمه مصريه يساهم فيها ملايين المصريين الغلابه والفقراء، ان شاء الله يكون السهم بجنيه، هيلم مليارات، عايزه يطلع يعمل لي مشروعات حديد، اسمنت، بتروكيماويات، سيراميك، عايز اقول لكم هذه المشروعات بتكسب، بتكسب ذهب مليارات، والدليل الشركات اللي موجوده دلوقتي قطاع خاص، منها احنا كمصريين نكسب وايضا نشغل ولاد ونضرب احتكار الثروه. طيب معايا دكتوره كريمه الحفناوي. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ الله يسلمك. كل سنه وانت طيب. ومساء الخير ومساء الخير على كل المصريين. الله يخليك. ومساء الخير يا وش الخير. الله يخليك. الله يخليك يا دكتوره. اهلا بيك. خليني أأيد كل الكلام اللي انت بتقوله اولا، وكل اللي انت يعني بتهتم بيه، وربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله في السنه دي. بس خليني اقول لك على حاجه يا استاذ محمد. يعني عايز اقول انه غير المشاريع اللي احنا عايزين نعملها والاكتتاب، والحمد لله المصريين ثبت انهم لما بيصدقوا حد ولما بيثقوا في حد ولما بيبقى فيه مصداقيه ويحسوا ان بلدهم هترجع ليهم والخير هيرجع ليهم،
زي ما احنا شايفين بيشاركوا بكل قوتهم. نعم. الجهد، المال، الفكر، يعني ما بيبخلوش والله على مصر. نعم. يعني انا كنت دايما اقول لو مصر دي فيها خرابة وعشان قدامنا كام سنة، 10 ولا 20 سنة عشان نرجعها، فالمصريين لما يحسوا انها بقت بتاعتهم هيصنعوا المعجزات وهيرجعوها في اقل عدد من السنوات. نعم. خليني اقول لك احنا عايزين وانت بتناشد علشان يتعمل مشروع زي ده نناشد كمان ان في عندنا مصانع مقفولة يا استاذ محمد بتفتح، والله ما عايزة الا قليل. عارف كل العمال اللي بيضربوا، الناس تقول لك بيضربوا ليه؟ لان في مصانع رجعت بحكم نهائي لينا، طنطا للكتان وخليج الاقطار، المراجل البخارية، عمر افندي، المراجل البخارية، والله العمال بيقولوا لك احنا مش عايزين غير شوية ملايين بساط جدا عشان صيانة الات او شوية مادة خام، يعني مثلا حديد والصلب. نعم. ثلاث افرام عايزين 50 مليون دولار الحديد والصلب وهكذا، الغزل عايز شوية غزل مثلا وعايز شوية علشان يشتغل. ما هو انت بتقول له انت بتخسر، طب يا عم انا مش السبب، انا عايز انتج والله وعايز اشتغل، هات لي المادة الخام، اعمل لي صيانة للالات، طب العمال يشتغلوا، يعني ده جزء. واحنا بنعمل المشروع الجديد نقول ان في اصلا جزء عايز يعني مال بسيط واقدر ان انا اشغل هذه المصانع. الشركات كتيرة، يعني مثلا مشكلة شركة مساهمة البحيرة وهم لسه مدربين 6 شهور ما بيقبضوش، عارف حضرتك ليه؟ ازاي ما سندش الشركة انشئت سنة 1881 وصلحت اراضي وعملت ترعة الاسماعيلية واشتغلت في ليبيا وشركة عظيمة جدا، هل تتخيل ان هذه الشركة لا يسند لها اعمال؟ طب ليه؟ يعني اللي انا بقصده ده احنا عايزين زي ما انت قلت ناس كده تقعد، يعني مجموعة تقعد يبقى قلبها على مصر، ازاي اشغل كله وازاي اعمل تنمية وازاي افتح مشروعات لصالح الغلابة. يا استاذي زي ما انت قلت اللي خدوا الملايين من مصر مش راضين يدوها جزء، هيبقى ملايين بالنسبة للملايين. طب خلاص عندنا السواعد القوية من الناس اللي عايزة تشتغل واللي عايزة تضحي، وعندنا ناس عارف طنطا للكتان كانوا بيقولوا ايه؟ مش عايزين مرتبات بس افتحوا المصنع. نشتغل وبعد كده نبقى ناخد المرتبات. يعني اللي انا بقصده يبقى في ناس قلبها على مصر تعيد مرة تانية قوة الدولة زي ايام طلعت حرب، والله علشان يبقى لينا كرامة وعشان نستقل ذاتيا يبقى لازم اكتفي ذاتيا. انا بشكر حضرتك دكتورة كريمة الحفناوي على مداخلتك القيمة. معايا جمال من الجيزة، اتأخرت عليك جمال، اتفضل. استاذ جمال. السلام عليكم يا دكتور محمد. اهلا بيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. قول يا عمر. الحمد لله. انا مع حضرتك يا فندم في كل اللي حضرتك بتقوله. يعني لو السيسي طلع الصبح وقال يا مصريين انا هعمل شركة عايز تكتتبوا فيها الم منكم مليارات اعمل مصانع حديد واسمنت وسكر وسيراميك، هنروح كمصريين نكتتب ونشتري اسهم؟ تمام. عشان نشغل ولادنا بتقوله، بس يا ريت تكون الادارة اجنبية ايا كان. انا عايز ادارة محترفة ومحترمة، والاحترام ده نحط تحتيه حاجات كتيرة، انها تكون ادارة عندها خبرة. حضرتك يا دكتور محمد الادارة الاجنبية حضرتك بالظبط كده. يعني حضرتك يا استاذ جمال بتطلب ادارة اجنبية علشان احنا كمصريين ما بقيناش نثق في ادارتنا. بس يا ريت توطي التلفزيون عشان اعرف احولك. بالظبط يا فندم. لكن توافق على الفكرة؟ انا موافق على الفكرة. يبقى احنا فورا بنقول للرئيس السيسي ارجو ان حضرتك تدرس هذا الاقتراح مقدم من برنامج مساء الخير ومن جمهور مساء الخير، اطلق مشروعك للقضاء على الفقر فورا، ادعو المصريين للاكتتاب في شركة مساهمة مصرية، اجمع المليارات، اعمل مصانع بتكسب، مصانع الاسمنت يا اخوانا النهاردة بتكسب 3 اضعاف ما تكسبه في الخارج، مصانع الاسمنت. وانا بقول لك على هوا انا خير بيألف، هقول لك باختصار بسيط جدا، اطلع على البورصة شوف تقرير الميزانية بتاعتهم التكلفة والارباح واطرح الفرق وشوف بيكسبوا قد ايه. خليني نبيل من المعادي، اتفضل يا استاذ نبيل. ايوه يا دكتور محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟
طبعا انا كلمت حضرتك قبل كده مره وانت قلت لي كلمني بالليل الساعه 8:30 عشان اخش. اتفضل. فدلوقتي انا بتكلم في المظلمه بتاعتي الاولانيه. قول. وهكلمك في الاستثمار بعد كده. اتفضل. المظلمه بتاعتي الاولانيه ان انا اشتريت ارض من مزاد تبع جهاز الشرطه في 6 اكتوبر في مدينه الفردوس. نعم. ورحت عشان ابني مديني في المزاد شروط المزاد 20 متر ارتفاع. رحت علشان ابني قالوا لا ده جيش اصدر قرار بان الارتفاع يبقى 12 متر. نعم. والجيش بني في نفس المنطقه بتاعتي 24 متر ولحد النهارده مش قادر اوصل لحد يحل لي. وقابلت المهندس ابراهيم نحلب وهو وزير الاسكان قال لي ان شاء الله يا استاذ نبيل هنحلها. لما بقى رئيس وزراء ما حلش برضه. حبيت اقابل القائد الاعلى للقوات المسلحه اللي دي مشكلتي. ولا راجل قضيت حياتي كلها موظف في الاستثمار وسوق المال وممكن اقول لك بقى نتكلم في الاستثمار وسوق المال زي ما احنا عايزين. لا بس مشكلتك الاولى سهله على طول حلها. طالما في ايا كانت الجهه اللي بنت 24 متر احنا عندنا استثمار بعد يزدك دينا السينمال. اتفضل. طيب حمدي من كفر الشيخ. اتفضل يا حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ تقدر تساهم في الشركه اللي لو بنقترحها للرئيس السيسي طبعا مشكله البطاله في مصر؟ لا طبعا نقدر نساهم في مصر ويا ريت الاعلاميين اللي في مصر كلهم زي حضرتك. نتمنى الاعلاميين اللي في مصر كلهم زي حضرتك. العفو انا بشكر حضرتك. طيب لو الشركه دي اعلنت مثلا والرئيس السيسي قرر انه يدعو المصريين للاكتتاب في هذه الشركه، شايف ممكن نستثمر في ايه؟ يعني نقول له ايه المصانع اللي تعملها يا ريس؟ عايز الاداره تبقى محليه ولا اجنبيه؟ يعني قول لي لو احنا بنحلم مع بعض وبنكمل الحلم وبنديه لمؤسسه الرئاسه. الاداره تبقى محليه. الاداره تبقى محليه حضرتك. مش عايزها اجنبيه محترفه مثلا. لا 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 تبقى محليه مصريه. المصريين احسن ناس في الدنيا كلها. طيب. طب الاستثمار يبقى في ايه؟ انا عايز اقول حاجه بس للريس ان الريس يراهن على الشعب المصري الفقير ما يراهنش على رجال الاعمال. راهن على الغلابه يا سيسي، شعبك بيقول لك اهو راهن على الغلابه، الغلابه هم اللي اديك صوتهم. انت بقالك 7 شهور عمال تحابي على غالبيه رجال الاعمال وتعادهم حواليك وش تطمينات وش على خلاص بقى خلصنا. ما هم خلاص بيكسبوا. بص مش هيدوك حاجه ولا هيدوا للشعب حاجه، بجيب لك من الاخر. وجزء كبير منهم طلعوا فلوسهم بره وده منهم ليا والله. انا بقول لك من الاخر تعال نرجع للشعب تاني واطرح مشروعك وهو تاسيس شركه مساهمه مصريه يكتتب فيها ملايين المصريين لاكتتاب يبدا من جنيه، واعمل المشروعات اللي فيها ناس هنا بيحتكروا هذه المشروعات زي الحديد زي الاسمنت زي السيراميك وبيكسبوا مليارات زي البتروكيماويات. لو حضرتك قاعد ومش عارف يعني ايه بتراكمويات المصانع دي كلها بتكسب. اسامه من الشرقيه اتاخرت عليك، اتفضل اسامه. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. انا طبعا يا استاذ محمد انا كلمت حضرتك امبارح. نعم. النهارده انا سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك واكلم حضرتك كل يوم في فقره التربيه والتعليم وطرحنا السؤالين على ضيوفي. تمام يا فندم وليا الشرف والله يا استاذ محمد. ومش يعني اتمنى ان ده ما يكونش نفاق لحضرتك. لا العفو هتنفقني ليه بس انا بيني وبينك ايه؟ والله يا فندم برنامج حضرتك جدير بالمشاهده من الشعب المصري يوميا لان حضرتك يمكن مثال ونموذج يحتذى به في تقديم اعلام راقي للمجتمع بيناقش القضايا اللي بتمس المواطن العادي. وانا مش هطول على يعني قد يكون في ناس ثانيه عايزه تتفضل في رجال يا فندم. اللي هي نقطتين، النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها موضوع الاكتتاب احنا طبعا مؤيدين تماما لفكره حضرتك واحنا عندنا استعداد يا فندم ناكل زلط في سبيل ان مصر تقوم وتقف على رجليها بس في بشروط معينه يا استاذ محمد. زي ايه حضرتك؟ يبقى في فيجن او رؤيه معينه حط لي اطار زمني لكم سنه انا هقعد مضغوط كمواطن اديني خطه عامه ان انا اقدر اتحرك من خلالها ما تبقاش الموضوع عشوائي ومفتوح ان انا اتنازل عن قوتي وعيالي في سبيل ونقول كم سنه هتفرج لا انا عايز رؤيه محدده. نعم. حضرتك دلوقتي انا ما انتظرش اصلاح في البلد طالما في مثلا واحد عنده 58 سنه قاعد في الاداره المحليه وايديه مرتعشه في اتخاذ قرار. هو ليه يا استاذ محمد ما تقومش ثوره حقيقيه في المحليات؟ الرئيس السيسي من الصبح كده يفجر مفاجاه للشعب يقول انا هعتمد على الشباب في المحليات ويكون في رقابه من الشباب على الراجل اللي عنده 58 سنه اللي قاعد على المكتب. مش عيب. انا ما انتظرش ان راجل عنده 58 سنه يساير بفكره الروتيني اللي اتربى عليه على مدار 30 سنه بحكم النظام السابق يا استاذ محمد انه يقوم من الصبح ويجري مع الشباب ويتحرك ويجري عشان يرصف طريق ويدخل شرط صحي. لا، اللي هيقوم بده الشباب عنده قدره على الحركه. كمان
لسه ايديه ما اتلوثتش يا فندم بالرشاوي والروتين المكتبي اللي حضرتك عارفه. يا فندم مفتش التموين مثلا، وانا اسف ان انا بذكر مفتش التموين تحديدا، لو دخل على مخبز النهارده ولقى فيه مخالفه من صاحب المخبز ب 20 جنيه 30 جنيه بعضهم، خلينا نقول بعضهم يا فندم، اه بعضهم طبعا في ناس شرفاء كتير، لكن بعضهم بيمشي ويسيب الفرن ب 30 جنيه دول، تمام؟ فالشاب اللي لسه متعين النهارده في الوظيفه دي مش هيقبل كده. يبقى اذا استاذ اسامه حضرتك بتطالب ان الشباب يكون ليهم دور ويمثلوا الدور الرقابي. اخر اتصال تليفوني قطب من المنوفيه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. قطب استاذ محمد معايا؟ ايوه حبيبي سامعك. بقول لحضرتك ايه يا فندم؟ نعم. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بالنسبه للمشروع اللي انت حضرتك عرضته ده دلوقتي. سياده الرئيس محمد، سياده الرئيس السيسي لما جه وطلب من الشعب علشان يخش في مشروع قناه السويس. خلال الفتره ديت واخد بالك لم كم مليار في المبلغ، المبلغ اللي الناس دفعته ده كله كان من من من, من الغلابه نفسهم. نعم. خدت بال حضرتك؟ ففي الوقت نفسه هو لو عرض مشروع زي اللي حضرتك قلت عليه ده، خدت بال حضرتك هيلم اكتر من، يعني لان اللي اشترك في في في, في, في حفر قناه السويس دوت، خدت بال سيادتك، الناس اللي هم معاهم رؤوس اموال كتيره، وفي نفس الوقت واخد بالك الناس بالكامل كلها اللي دفعت فلوس بسيطه ديت، هو الشعب المصري الفقير اللي هو اصلا الرئيس محمد السيسي بيقول عليه انا عايز اعمل الحاجات ديت للفقراء نفسها. فمشروع زي اللي انت حضرتك عرضته ده دلوقتي حاليا هتبص تلاقي واخد بالك مش هيجمع 60 مليار، لا ده ممكن يجمع واخد بالك 120 مليار. انا بشكرك قطب. خليني، هو ده كان اخر اتصال تليفوني، بس معايا اتصال بقى من المانيا، معايا النمر الاسود رجل الاعمال المصري البارز في المانيا محمد عطيه. اهلا بيك. الو استاذ محمد، ازي حضرتك؟ ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. انت بألف صحه وسلامه، انا شاكر جدا للموضوع اللي حضرتك ده. اه اتفضل. انا مش سامع كويس يا استاذ محمد. نعم. الو. ايوه نحن أيوة. حضرتك سامعني؟ احنا بنقدم اقتراح للرئيس السيسي يطلق شركة مساهمة مصرية يساهم فيها ملايين المصريين، يكتتب فيها الملايين وياخد هذه الفلوس يعمل مشروعات يشغل بيها الغلابة ولادنا، ويسيبك بقى من رجال الأعمال بقى لأن محدش هيدينا جنيه. تعليقك. أنا متابع حضرتك، أنا متابع حضرتك في البرنامج وسامع من البداية، ودي طبعا حاجة كويسة جدا من حضرتك اللي بتقولها، ولكن احنا عندنا في شركه طبعا وفي كيفيه الاستفاده من شركات قطاع الاعمال لكي تنتج بكامل طاقتها وهي مهمله وغير مستغله، عايزه عمليه تحديث وتطوير ونقل تكنولوجيا، وامكانياتنا وقدراتنا موجوده فيها عماله مدربه على اعلى مستوى، فيها اسواق، ليها اسواق في مصر والدول العربيه والافريقيه بتتبارى عليها كل الشركات العالمية. العملية عايزة زي ما حضرتك قلت إدارة مظبوطة، والإدارة المظبوطة عايزة رقابة، وده فقط اللي احنا عاوزينه، ده يمكننا من فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا الوطنية وإنشاء شركات زي ما حضرتك كده بتقول مشتركة لتدعيم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. قول لي حضرتك راجع مصر إمتى؟ ونقدر حضرتك في الزراعة بالنسبه للمشاكل كلها تحت الزراعيه، تطوير الزراعه والتصنيع الزراعي الحقلي وتطوير صناعه الاسمده وتدعيم الجمعيات الزراعيه وتنشيط دور بنك التنميه عشان يقدر يساعد الفلاحين الصغيرين، وانشاء الشركه للفلاحين زي ما حضرتك قلت بالظبط لها حق التصدير لتحميهم من استغلال. طب اسمح لي يا استاذ محمد عطيه رجل الاعمال المصري البارز بالمانيا الملقب بالنمر الاسود، ارجوك لو كنت بسالك على الهواء بس ربما التواصل مش واضح، يا ريت اول ما ترجع من المانيا نتواصل وحضرتك تشرفني هنا ونفتح معاك هذا الحوار، وبشكر حضرتك انك بتتابعنا وانت قاعد في المانيا وحبيت ان انت تجري هذه المداخله. هرجع تاني والخص باختصار، رئيس سيسي دايما بيقول احنا مديونين ب 2 مليار ب 2000 مليار جنيه، احنا محتاجين استثمارات، ميل على رجال الاعمال ايدك منهم القبر، خلص بقى. فانا عايز ايه؟ عايز حضرتك يا ريس ترجع من السعوديه
بكرة تجيب رئيس الوزراء وزير الاستثمار ونطلق تؤسس لشركة مساهمة مصرية ويشارك فيها ملايين المصريين، عشرات الملايين من المصريين. هتاخد الفلوس دي هتجيب إدارة محترفة تعمل عدد من المصانع. أنا بدي أمثلة على قدي، حديد، أسمنت، بتروكيماويات، سيراميك، وهم دول اللي بيكسبوا ده. منعا للاحتكار خلي الفلوس أو الثروة تتوزع على مين؟ المصريين. هطلع فاصل، هنشوف مع بعض تحقيق من كفر الشيخ وهرجع أعلق عليه مع حضراتكم.